كل الحبايب، معاكم أمال. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. في الفيديو دي تعالوا معايا نحضر مربى ظريفة جدا جدا من قشور البطيخ. طبعا في الصيف كلنا بنحب البطيخ، بارد وجميل وأحمر ناكله في الصيف. عادة القشر بنرميه، لكن الليلة حوريكم مربى جميلة من القشر بتاع البطيخ. فأنا عندي كان بطيخة متوسطة الحجم، هنا جبتها كالآتي. طبعاً لما نقطع البطيخ الأحمر بيفضل ده، فحقشر عليكم بس حوريكم. طبعاً أعملوا حسابكم لأنه القشرة بتكون قوية، بنقشرها كده بالراحة، السكينة تكون سنينة كده، بنطلعها كده زي ما شايفين. دي بنسيب فيه زي ما شايفين شوية حمار من البطيخة، بنقوم نقطعها كده مكعبات صغيرة كده. وزي ما شايفين اهو ده هنا البطيخة كلها مقطعاها ومجهزاها بالطريقة دي. المقادير تاني اللي بنحتاجها، بنحتاج ليمونة او حامض، هنشوف هنستعملها كلها ولا نص الليمونة. هنحتاج عود قرفة، وهنحتاج سكر، هنشوف بعدين كمية السكر. يلا تعالوا معايا جهزوا المقادير ونعمل مع بعض مربى البطيخ. هنا هنعمل الخطوة الأولى، نسلق القشر بتاع البطيخ. فخطيت هنا الموية، طبعا القشر برضو بنزل موية، فخطيت لاحظوا الموية بالكوباية دي، شايفين بالكوباية دي خطيت 4 كباب موية. خطيت القرفة، عود القرفة، طبعا انتوا خدتوا المنكهات اللي انتوا عايزينها. فشوفوا الموية، المستوى بتاع الموية كيف، فحاسيبها كده اشوف اذا محتاج ازيد موية ولا لا. فحاسيبها على نار هادية في الاول وارجع لكم لما تغلي شوية. هنا شايفين ابتدي يغلي القشر مع الموية، الموية بدأت تغلي، وشوفوا الموية بدأ يطلع في الموية بتاعته، عشان كده ما نخد موية كثيرة من اول. فعايزة هنا كمان أشكر سعاد أختي الحبيبة، الوصفة دي وصفة سعاد أختي. فحغطي الحلة هنا، أغطي الحلة وهدي النار وأسيب القشر لما يتسلق تماما وأرجع عليكم بالمرحلة الثانية. ملحوظة مهمة مرة مرة، ما ننسى نفتح الحلة ونحرك القشر بتاع البطيخ، ونغطي الحلة مرة ثانية لحد ما يستوي تماما. هنا ما شاء الله القشر بتاع البطيخ بتاعي استوى، أخذ معاي ساعة كاملة والريحة رهيبة. شوفوا كيف، حوري لكم بالشوكة كده، حتى شوفوا اللون بتاعه اتغير، لكن لاحظت إنه الموية كثيرة، فحصفي الموية لكن هحتفظ بقدر كوباية وأرجع لكم. هنا رجعت البطيخ بعد ما صفيته، وزي ما قلت لكم احتفظت بكوباية موية. هاخد هنا السكر، ده قدر كوبايتين بنفس الكوباية اللي وريتكم ليها قبل. طبعا لو عايزين سكر أقل ما في أي مشكلة. هنحركه كده شوية. هنخد هنا دي الليمونة أو الحامض، ليمونة كاملة عصرتها وزحيت منها البزر وخطيتها رجعتها. هنا دي الكوباية بتاعت موية البطيخ، ما حكبها كلها، هاخد كده زي ربع كوباية. نحن عايزين السكر يتعقد مع البطيخ ويتكرمل، فححركه كده. طبعا لسه القرفة معاهم عشان تديه لسه زيادة النكهة، فحاسيبه كده في الأول على نار عالية، بعد شوية لما يعني يغلي معانا هأجي أهدي النار، فحاسيبه كده وأرجع ليكم. هنا شايفين ابتدت الموية تغلي معانا مع السكر، فهأهدي النار آخر حاجة وأسيبه كده يتكرمل ويتسبك مع السكر. لو كنتوا معايا الريحة، ريحة القرفة مع البطيخ رهيبة. فحاسيبه كده بهدوء وأرجع ليكم للخطوة الثانية. هنا شوفوا ما شاء الله، خلاص الموية كلها نشفت ودبس السكر، شايفين اتكرمل معانا كيف، خلاص المربى هنا جاهزة.
فحنطلع اهم حاجه طبعا بعد كده القرفه، نطلعها بالراحه واقفل النار واخليها تبرد شويه وارجع لكم بالخطوه الثانيه. هنا خليتها بردت شويه وحطيتها في الخلاط. في ناس بصراحه بيعملوها اصغر من كده وبس كده بيخطوها في البرطمانات وبياكلوها بالطريقه دي، لكن احنا بنحب نخلطها، فحخلطها وارجع عليكم اوريكم الشكل النهائي للمربى بتاعتنا. هنا شايفين بعد ما عينوا ليها كده في الخلاط، شوفوا القوام بتاعها بعد ما خلطتها، رهيبه رهيبه رهيبه، شايفينها. يلا هاخدها في البرتمان وارجع عليكم. وهنا تعالوا اتفضلوا معانا احلى مربى، استفدنا من قشر البطيخ وعملنا احلى مربى بيتيه، واكيد مع احلى عيش توست، حاجه كده رهيبه. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وتابعوني في فيديو تاني. مع السلامه.